حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة الشيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الأخبار. لو نتحدث بلغة الأرقام، يعني ما هي أبرز الجهود التي أدت إلى تحقيق هذا النمو في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنه حقق يعني نموا بلغ 14%؟ صحيح، شكرا على الاستضافة. بالفعل الجهود تتمثل في المبادرات النوعية اللي تم إطلاقها وتفخر المملكة بتحقيقها من خلال تعاون الأعضاء في مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف الارتقاء بقطاع المؤسسات وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وبالفعل تم إنجاز تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، سواء الأولى المعتمدة بعام 2018 أو الخطة المحدثة بعام 2022 واللي تأتي بالتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي. بنسبة إنجاز بلغت 67% من إجمالي المبادرات 43 المعتمدة، واللي من أهمها إطلاق 10 مبادرات معنية بتيسير الوصول إلى التمويل، أبرزها صندوق الصناديق الواحة وإطلاق منصة التمويل الجماعي من قبل صندوق الأمل، وتمويل الضمانات اللازمة عند مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى إنجاز 8 مبادرات لتيسير وصول المؤسسات الصغيرة إلى الأسواق المحلية والعالمية، يمكن من أبرزها تدشين صادرات البحرين اللي سهل صادرات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبرنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة حيث بلغت قيمة المناقصات اللي تم ترسيتها حتى نهاية عام 2022 457 مليون دولار أمريكي. نعم سيدة شيخة، كل هذه المبادرات التي تم ذكرها يعني انعكست بالفعل على نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن سؤالي هنا يعني كيف تؤثر هذه المؤسسات ونمو هذه المؤسسات إيجابا على الاقتصاد بشكل عام في مملكة البحرين؟ بالطبع كل هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقيمة الاقتصادية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المؤسسات تلعب دور كبير بسبب تنوع قاعدة بياناتها في تعزيز الديناميكية والمرونة الاقتصادية، وكذلك الابتكار وخلق فرص العمل اللي يؤدي لاقتصاد أكثر قوة واستدامة. اليوم بالبحرين بالرغم من مسمى هذه المؤسسات ناشئة كانت أو صغيرة، إلا أن مساهمتها كبيرة جدا في الاقتصاد الوطني، حيث حقق القطاع بنهاية عام 2022 نموا بنسبة 14% في الناتج المحلي. نعم. مقارنة بعام 2021 بتسجيل زيادة من 5.1 مليار دينار بحريني في 2021 إلى 5.8 مليار دينار بحريني في عام 2022، واللي يؤكد جهود الحكومة الموقرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا أستاذ الشيخ الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.